بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث عن موقف الإمام الصادق من نظرية الإمامة. قلنا في حلقتين سابقتين أن الإمام الصادق لم يكن يؤمن بنظرية الإمامة. الآن نحاول أن نتعرف كيف يثبت الإماميون الإمامة الإلهية للإمام جعفر الصادق حسب ما موجود بالكافي وكل كتب الشيعية، أنه كيف يثبتون أن هذا إمام من الله معين من قبل الله تعالى. وقد بحثت ذلك مفصلا في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني، وهذا هو الفصل العاشر، حلقة من الفصل العاشر نتحدث عن كيفية إثبات الإمامة، وهل نجح الإماميون في إثبات الإمامة للإمام جعفر الصادق وفرضه على عموم الشيعة، أم أن عامة الشيعة في تلك الأيام وعامة أهل البيت حتى لم يكن يعرفون ذلك ولم يكن يقولون بذلك؟ فكيف أصبح الإمام الصادق إماما؟ هذا سؤال مهم جدا. وطبعا قبل ذلك أبو الإمام محمد الباقر كيف أصبح إماما معينا من قبل الله؟ هو كان عالم علماء أهل البيت، ولكن أن نعطيه صفة إضافية، أقول لا، هذا عنده علم من الله ومميز ومفروض الطاعة على الناس، هذا كلام كبير. يعني مثل ما إحنا نؤمن بطاعة النبي يجب أن نؤمن بطاعة الأئمة، فهل طاعة الأئمة مثل طاعة النبي؟ طب النبي عنده معجزة القرآن، الأئمة ما هي معجزتهم؟ ما هو دليلهم على هذا القول إذا كانوا هم قائلين؟ وأنا أشك ذلك طبعا، وقلت في هذا الفصل، الفصل العاشر من هذا الكتاب اللي عنوانه تنزيه الإمام الصادق عن القول بنظرية الإمامة. خلينا نشوف فقط أنه كيف أصبح إمام، شنو يجيبون أدلة، شنو يقولون الشيعة، شنو يقولون الشيعة الإمامية، ماذا يقولون وكيف يثبتون إمامة الإمام جعفر الصادق الإمام الإلهية. هو الإمام الصادق إمام ما في شك، إمام صادق أيضا، ما يكذب ولا يقول كلاما شططا، ولكن ما ينسب إليه من أقوال مغالية جدا اللي وصلها بعض إلى الألوهية والنبوة وفوق النبوة وتحت النبوة شوية. فنشوف الآن بغض النظر عن موقف الصادق من نظرية الإمام الإلهية، فإن الغلاة اللي كان يسموهم الرافضة ذيك الأيام، اللي مو كل الشيعة كانوا رافضة إنها فريق من عندهم، عجزوا عن إثبات الإمامة الإلهية لجعفر الصادق وفشلوا في تطبيق النظرية على الواقع. يعني هم سووا في النظرية بس لما جوا على الواقع ما قدروا يمشوها، حيث توفي الإمام محمد الباقر ولم يوصي إلى ابنه جعفر بالإمامة، ما قال له أنت إمام بعدي، لأنه ما كان يعرفها ولا كان يقول بها. لو كانت الإمامة مهمة عند الأئمة كان واحد أوصى بها الآخر. فنشوف الإمام الباقر هو لم يوصي إلى جعفر الصادق بالإمامة، وإنما كانت وصيته التي يرويها الإمامية أنفسهم مقتصرة على شؤون الغسل والتكفين والدفن، ولم يستنتج منها الإمام فحوى الوصية بالإمامة إلا بالإشارة. يقولون أنها يعني تعتبر إشارة على أنه إمام بعده، هي اللي إذا الإمامة من الله ومهمة جدا ومثل النبوة أو قريب النبوة، تنتقل هالشكل بالإشارات وبالكنايات، لو نصوص صريحة قاطعة واضحة. وحاول الإمامية الاستدلال ببعض الروايات التي تبادلوها في ذلك الوقت والتي لم تكن صريحة ولا حاسمة، وإنما تتضمن فقط إشارات بفضل الصادق وعلمه. مو هذا صار إمام من الله، إمام صادق لا شك كان عالم ولا شك كان فاضل، بس أن نقول أنه هذا معين من قبل الله، هاي تحتاج يعني أدلة جدا قوية، وهذه ما موجودة، حتى الشيعة ما يقولون عندنا هكذا أدلة. هاي الإشارات تتحدث عنها الكليني في كتاب الحجة، باب الإشارة والنص على جعفر الصادق، حديث رقم 1 بالإشارات. شايفين والله إمام ودين بالإشارات يقوم. وقد كانت عملية
إثبات إمامة الصادق صعبة حتى لكثير من الشيعة الذين ظلوا يتساءلون عن كيفية انتقال الإمامة من الباقر إلى الصادق. شلون صار الإمام الصادق إمام بعد أبوه يعني؟ وذهب الكثير منهم إلى اتباع عمه الإمام زيد بن علي الذي لم يكن يقل علما عنه، ما كان يقل علما عن الإمام الصادق، والذي استمر بالاتصال بالشيعة إمام زيد وتحريضهم على الثورة ضد الأمويين، وبايعه 15,000 في الكوفة، وقام بالخروج سنة 122 للهجرة في أيام هشام ابن عبد الملك. وهنا يقول الإمامية أن الصادق، الإمامية يقولون والله أعلم كلامهم أنا أشك فيه، ويقول الإمامية أن الصادق رفع في مواجهة عمه زيد، كان تبا أكو صراع على الزعامة يعني أو على الإمامة يعني، إذا كان صدقنا في الأحاديث هكذا نفهم من عدها يعني، أن الصادق رفع في مواجهة عمه زيد شعارا هو لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا. ومع الشك بنسبة هذا الحديث الإمام الصادق هكذا ينسبوه، فإنه لم يقم على أساس من القرآن أو السنة النبوية أو العقل أو الواقع. ليش ما يصير الإمامة في أخوين إذا هي من الله مثلا؟ ليش ما يصير في أخوين؟ ليش لازم تصير عمودية دائما؟ ولذلك لم ينجح ذلك الشعار في صرف الجماهير الشيعية عن الإمام زين ماسم أو ما داروا البال يعني، هذا شيء كلام، ما عدا فئة صغيرة منهم سماهم زيد، إمام زيد سماهم بالرافضة، الذين انسحبوا أثناء المعركة مع الأمويين، وأي واحد ينسحب من المعركة يسموه رافضي. وينسب الإمامية إلى الصادق وضع قانون الوراثة العمودية للإمامة، أن الإمامة لازم تستمر في الأبناء هكذا أبدا إلى يوم القيامة، في أبناء الحسين فقط مو في أبناء الحسن، وعدم جواز انتقالها إلى أخ أو عم أو ابن أخ أو ابن عم ولا غيره من الأقرباء، لازم تسلسل بصورة عمودية، وكما يقول الحديث وإنما هي في الأعقاب وأعقاب العقاب ثم هكذا أبدا. ولكن نسبة هذا القول إلى الإمام الصادق أيضا غير ثابتة، إحنا ما نقدر نتأكد من الكلام، فإذا كانت الإمامة من الله فإن الله يضعها حيث يشاء، ليش لازم إلا بسلالة معينة؟ أي واحد يريد الله يخليه يصير إمام مثلا، وليس بالضرورة في سلالة معينة وبصورة عمودية مثل ما قالوا زيدية الإمامة في البطنين. وإذا كان هذا القانون صحيحا فلماذا تم اختراقه بالنص على الأخوين الحسن والحسين؟ ليش الله هناك قبل يسوي الحسن والحسين أئمة وبعدين ما يقبل مثلا ما يصير؟ ولماذا لم يكن لبعض الأئمة مثل عبد الله الأفطح، الإمام عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق، لم يكن له عقب حتى تستمر الإمامة في ذريته، فهم خرب القانون هذا؟ ولماذا طرح الإمام الصادق شروطا أخرى لمعرفة الإمام وعلامات يعرف بها الإمام الجديد كالوصية الظاهرة والفضل والألم والكبر والسلاح والسكينة والوقار والهيبة، كلها علامات لمعرفة الإمام إذا كان هو الإمام أكبر ولد الإمام مثل ما يقول هذا الحديث الأول تستمر في عقاب العقاب، فليش بعد ماكو حاجة حتى الإمام يجي يقول يا ترى أنتوا لا تردون تعرفوا الإمام، شوفوا ياهو الأعلم ياهو العالم ياهو اللي عنده سلاح ياهو عنده سكينة وعنده وقار، شو السكينة ووقار؟ مراجعنا كلهم عندهم سكينة ووقار وهيبة عندهم أيضا، هذا مو دليل على الإمامة من الله، بس كلام لأنه يعني بالحقيقة كلام واهي ومتهافت وما معقول الأئمة يقولوه بس ينسبوه إلهم. تلقون الأحاديث مع الهيبة والوقار وكذا في كتاب الكافي كتاب الحجة باب الأمور التي توجب حجة الإمام حديث رقم 2 و3 و6، وباب ما يجب على الناس عند مضي الإمام شو يسوون شو نعرفوا الإمام الجديد حديث رقم 2 و3.
وإذا كانت الإمامة من الله فكان لابد أن يكون لها قانون ثابت يهدي الناس ويجمعهم ولا يفرقهم، مو علامات إشارات وكذا، بحيث وراء كل ما إمام توفى شيعته يختلفون فيما بيناتهم أو يتركهم حيارة بعد كل إمام، كما حدث بعد وفاة الصادق وبعد وفاة ابنه يعني عبد الله. كما لم يكن يجوز أن يوصل الإمام إلى أحد من أبنائه كما وصل الإمام الصادق لابنه إسماعيل ثم يموت في حياته. إذا هذا هو قانون من الله، ليش يوصي واحد على إسماعيل ويموت في حياته مثلا؟ ويقول الإمامية أيضا إن الصادق استدل على إمامته في البداية، شلون هو صار إمام؟ ليش أنا مثلا دعا الإمامة بعد أبوه؟ قالوا أنه ورث سلاح من أبيه، سلاح رسول الله، أنه أنا أعطاني السيف ماله أو الدرع مالته مثلا، وكان يقول مثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل، كانت بني إسرائيل في أي بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة، ومن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة. يعني مو بالنص، شوفوا هذا الحديث كله طلعت في وقت اللي ما كان أكو نص، ما كان أحد يتحدث عن وجود نص، أنه سلاح أنا ورثت الدرع. ولقد لبس أبي درع رسول الله فخطت عليه خطيطا، يعني صارت على قده، ولبستها أنا وكانت نفس الشيء يعني، وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله. فعلامة الإمامة مو النص، إنما الدرع، الدرع اللي ورثناه من رسول الله. هذا دليل الإمامة الصادق. هذا وين تلقوا الحديث؟ رقم 5، الكليني الكافي، حديث الكتاب الحجة، باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله ومتاعه، حديث رقم 1. طيب، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة هذا السلاح ما كان أحد شايفه ولا أحد كان يقدر يشوفه، ولكن هذا السلاح كان مستورا ولم يره أحد، فلم يقدم ولم يؤخر. يعني أنا أدعي يعني أنا عندي درع رسول الله، طيب وين درع رسول الله؟ لا أنا ضامة ما حد ما يشوفه، فإذا دليلك هذا صار ما يأكل يعني. خاصة وأن الحسنيين اللي كانوا منافسين للحسينيين، أبناء الحسين يعني، في تلك الأيام كانوا أيضا يدعون امتلاكهم لسلاح رسول الله، هم كانوا يقول لا والله السلاح عندنا موجود. وهذا حديث رقم 7 الخوئي كما يقول، معجم الرجال حديث رقم 6805، ويروي عن الصفار في بصائر الدرجات الجزء 4 الباب 4 في أن ما عند الأئمة من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وآيات الأنبياء، صفحة 174، يذكرون أنه البقية هم كانوا يقولون يا بتر السلاح عندنا لا مو عندكم، وكلهم ما حد يراوي، فهي مجرد ادعاءات، ادعاءات بدون أي شاهد بدون أي مصداق. وفي محاولة لتجاوز الجدل حول السلاح، حس هذا صار مو شيء يعني حاسم، يقولون إن الصادق طرح بدائل أخرى، أنه حتى يثبت إمامته وأنه هو إمام من الله كما يقولون، والله أعلم. إن الصادق طرح بدائل أخرى هي الألم والجفر، الجفر يعني جلد ثور كانوا يحطون به كتب أو يكتبون به أشياء يسموه جفر، ومصحف فاطمة، إحنا عندنا مصحف فاطمة، هذا كان ينسب للإمام الصادق حتى يثبت إمامته في مقابل ابناء عمه، وإحنا عندنا هالأشياء أو أنا عندي هالأشياء، بيد أنه لم يكن صعبا على الحسنيين ادعاء امتلاكهم لكل ذلك كدليل على شرعيتهم وأحقيتهم بالإمام، يقول لا إحنا عندنا الأشياء. ويروون عن الإمام الصادق أنه تحدث، هذا الأول الصفار، أنه الحسنيين كانوا يقولون ويدعون ذلك، تراجعون بصائر الدرجات للصفار صفحة 158، والكليني الكافي جزء 1 صفحة 241. ويروون الإمامية يعني عن الإمام الصادق أنه تحدث عن الميزة التي تؤهله للإمامة، فقال شلون أثبت إمامته مثل الناس؟ فقال أما والله عندنا ما لا نحتاج إلى الناس، وإن الناس لا يحتاجون إلينا، عندنا علم يعني،
إن عندنا الصحيفة، عندنا صحيفة كتاب يعني 70 ذراعا. سامعك ما كانوا يطبعون كتب بهالشكل بهالصورة هذه، إنما يلفوها يعني ورقة طويلة ويلفوها بمحورين ويقرؤوها. 70 ذراعا بخط علي وإملاء رسول الله. عندي كتاب أنا من هذا، من الإمام علي، فيها من كل حلال وحرام. بعشتردون هذا أنا إمامتي جاء ما عد. شوفوا بهالحديث ما يقول أن عندي ملائكة تنزل علي، ويقول عندي صحيفة ورثتها من جدي مثلا. ولكن الحسنيين قاموا بتحديه، الحسنيين ابناء عمه اللي كانوا معارضين له، قاموا بتحديه، تحدي الإمام الصادق، والاستهزاء بادعائه امتلاك الجفر، شنو هذا الجفر اللي عندك، واتهامه بأنه رجل صحفي، أي يأخذ من الصحف السابقة الإسرائيلية. يقول هذا الإمام الصادق كان دا يقرأ كتب مع التوراة والإنجيل ويطلع منها أحاديث وقصص ويرويها كأنها علم من الله جاية. 4 الكليني، هذا الكلام اتهام الإمام الصادق بأنه رجل صحفي ويأخذ من الكتب الإسرائيلية السابقة، تلقوه في كتاب الكافي، كتاب الروضة، حديث رقم 553، أنه هكذا كان يقول الحسنيون ضد الإمام الصادق. فمعركة يعني، شوف هاي كلها تدل على كان في جدل أنه من هو الإمام الشرعي، من الإمام الوارث من رسول الله. الدرع ما تمشي الحال، السيف ما يمشي الحال، الجفر هذا ما موجود، الكذا كلام، ادعاءات كانت وبيناتهم معارك قائمة. وهكذا خسر الصادق معركة الزعامة لصالح أبناء عمه، وخصوصا ابن عمه محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية، الذي نهض لإسقاط النظام الأموي بعد مقتل الوليد بن يزيد في دمشق، وورث الحركة الزيدية، الحركة الزيدية اللي اتبعت إمام زيد بن علي اللي سنة 122 قام بثورة وفشلت ثورته. وراء 4 سنوات الأمويين قاموا بانقلاب على الخليفة الوليد يسموه، هذا كان فاسق فاجر مستهتر جدا يعني، فقتلوه في سنة 126، فارتج نظامهم وتزعزع. فهنا المعارضة كانت خفية ظهرت، وظهر هذا الإمام محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية، واجتمعوا في الأبواء في منطقة قرب المدينة، اجتمعوا هناك سووا مؤتمر، والتموا رؤوس المعارضة وبايعه الهاشميون. الهاشميون معظمهم أو جميعهم بايعوا محمد بن عبد الله، وغيرهم بايعه أيضا من المعارضين الأمويين، حتى دخل بعضهم كعمر بن عبيد زعيم المعتزلة مع مجموعة منهم على الصادق، هذا أيضا بايع، والمنصور بايع، والسفاح بايع، العباسيون بايعوا محمد بن عبد الله، وبايعهم زعيم المعتزلة اللي عمر بن عبيد. وبعدين ما اكتفى ببيعته هذا عمرو بن عبيد، إنما ذهب إلى الإمام الصادق ودعاه للانخراط في حركتهم ومبايعة ابن عمي محمد بن عبد الله. قال له ليش أنت قاعد على صفحة، تعال ويانا أيضا شارك. فشوف يعني أنه الإمام هذا كما يقول الكليني في الكافي حديث رقم 8247 على 1، أنه دعوه إلى مبايعة ابن عمه عبد الله، يعني أنه الإمام الصادق في زمانه ما كان معروف هو أبرز واحد وأكبر واحد وأعلم واحد وأكثر واحد أنصارا، بالعكس الهاشميون وكل المعارضة الأمويين التفوا حول محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية، وأصبح تقريبا هذا الإمام المبايع من أدهم. وإن شاء الله هذا كان جزء من الفصل العاشر، تنزيه الإمام الصادق عن القول بنظرية الإمامة، من كتاب التشيع السياسي والتشيع الديني. وسوف نواصل أيضا الحديث عن جوانب أخرى ومؤشرات أخرى حول موضوع الإمامة، وهل كان الإمام الصادق يتبنى نظرية الإمامة أم كانت هذه تنسب إليه زورا وكذبا من قبل الغلاة،
وهي نظرية مثالية خيالية وهمية، وواجهت عقبات وانتهت إلى طريق المسدود وانقرضت وبعدت وما إلى وجود منذ أكثر من 1200 سنة. ولكن بعض الناس لا يزالون متشبثين بهاي النظرية ويعتبروها هذا دين وجزء من الدين وجزء من مذهب أهل البيت. نظرية الإمامة الإلهية ليست من أهل البيت ولا جزءا من المذهب الشيعي، نظرية دخيلة على فكر الشيعة وعقدت حياتهم قديما ولاحقا وحاليا، وتعقد علاقات الشيعة ببقية المسلمين. فلا بد أن نقوم بمراجعة هذه النظرية والتأكد من فكر أهل البيت اللي هو فكر الشورى اللي الآن بيطبقوه نظام الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.